السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للتعريج على الوضع الإنساني في اليمن. دعت الأمم المتحدة السعودية إلى الإسراع في فتح المنافذ اليمنية، وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك إن غوتيريس يشعر بخيبة أمل إزاء استمرار معاناة الشعب اليمني. وأضاف أن الأمين العام وجه رسالة إلى مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي تدعو التحالف إلى استئناف الخدمات الجوية في مطاري صنعاء وعدن وإعادة فتح مينائي الحديدة والصليف حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا الاستمرار في فرض الحصار على المدنيين في اليمن؟ ولماذا تتغاضى المنظمات الدولية على معاناة اليمنيين وقد وصلت حد المجاعة؟ لا تزال الأمم المتحدة غير متأكدة من وجود مجاعة في اليمن، فهي على لسان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يانس لاركي قالت إنها سمعت بالفعل عن أطفال يموتون وعن وجود عدد كبير من الوفيات الناجمة عن نقص التغذية. بتقدير الأمم المتحدة فإن اليمن يستورد نحو 90% من احتياجاته اليومية، خصوصا مخزون الوقود. وتفيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 3 مدن يمنية غير قادرة على ضخ المياه النظيفة بسبب انخفاض كبير في مخزون الوقود، في الوقت الذي يحذر فيه الصليب الأحمر من احتمال نفاد واردات المواد الأساسية في محافظات الحديدة وصنعاء وتعز وصعدة. 1 مليون يمني وفق تقارير الأمم المتحدة أضحوا عرضة لتفشي وباء الكوليرا، بالإضافة إلى تعرض المواطنين بشكل مستمر لمخاطر الإصابة بأمراض أخرى مثل الدفتيريا، وهو المرض الذي تحدثت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 14 شخصا بسببه. يأتي حديث المسؤول الأممي بعد يوم من تحذير الأمم المتحدة من خطورة استمرار التحالف العربي إغلاق المنافذ اليمنية، حيث أكدت الأمم المتحدة قرب انتهاء مخزون المساعدات المتوفر داخل اليمن في ظل قلق متنام من ارتفاع عدد المحتاجين بسبب الإغلاق. وما بين تحذيرات الأمم المتحدة من المجاعة وعدم جدية التحالف العربي في حسم معركة السعادة الشرعية، يعيش كثير من اليمنيين في انتظار الموت القادم من رصاص الميليشيا وأخطاء التحالف وإهمال الشرعية ومجاعة محتملة في عين العالم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي، وكذلك أيضا أرحب بضيفي على الجانب الآخر الدكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات. أبدأ مع الأستاذ عبد الهادي العزعزي من تعز. أستاذ عبد الهادي، كيف تتابع دعوات الأمم المتحدة إلى فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية في اليمن، وربما أكدوا بصورة مباشرة على ميناء الصليف وميناء الحديدة ومطار صنعاء؟ الأمم المتحدة مع الأسف الشديد تنظر إلى جانب واحد من المشكلة، وهي تتعامل مع المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلاب ولا تتعامل مع بقية المناطق بشكل متوازن، وهذه مشكلة. هناك مشكلة حقيقية في إعلان البلد على أبواب مذاعة. نعم، هذا هو الإشكال الرئيسي في هذه المسألة، أن البلد على أبواب مذاعة ولا أحد يكترث، خصوصا أن الميليشيات الانقلابية لا تكترث بهذا الوضع، أعتقد أنه لا هما. نعم، إذن هذا التوجه من قبل الأمم المتحدة أستاذ عبد الهادي، والنظر بمنظورين ربما بصورة واضحة، هو دعم للإنقلابيين، يعني إصرارها على فتح منفذ أو مطار صنعاء وأيضا مطار ميناء الحديدة وميناء الصليف الذي الحكومة الشرعية والتحالف يقولون بأنها هي مصدر دخول الأسلحة للحوثيين. هذا صحيح، وهذا فعلا تم عرض موضوع ميناء الحديدة على الأمم المتحدة لإدارته ولضمان إيصال الإغاثة إلى كافة المناطق، لكن الأمم اعتذرت عن إدارة الميناء أولا، ولا أعتقد أن الانقلابيين سوف يسلمونها الميناء، هم يعتمدون عليه بشكل رئيسي، وهم بحاجة إلى المطار من أجل أن تصلهم تدفقات لبعض قطاع الغيار والأسلحة بشكل عام،
هذه المسألة تحتاج رقابة. هناك قرار من الأمم المتحدة واضح، هناك تحذيرات من الأمم المتحدة لإيران، هناك وقف لمسألة تزويد الأسلحة. هذه المسألة تقتضي أن تقيم الرقابة كبيرة بشكل عام، وتقتضي أيضا وصول المساعدات إلى يد المواطنين أنفسهم، لأن هذه المساعدة تستغلها الانقلابيين في تحويلها إلى مجهود حربي، وأيضا بالمتاجرة بها وجمع أموالهم. يستغلون الميناء في مسألة فرض رسومات جمركية، فرض إتاوات، أعمال مختلفة، ابتزاز القطاع التجاري. هناك حالة من الإفلاس التي تتواجه في ظل ما يبنونه من أموال طائلة، خصوصا في تجارة المشتقات النفطية والغاز وبقية المستلزمات. أنشأوا مجموعة كبيرة من الشركات. أيضا الأمم المتحدة لا زالت مصرة على أن الإغاثة التي تدخل إلى أغلب المحافظات، خصوصا المحافظات المحررة، يجب أن تمر عبر الحديدة. هذه المسألة دعم مباشر من الأمم المتحدة، وقال الأمم المتحدة مع الأسف الشديد تبدو من خلال المشهد وكأنها شريك مع الإنقلابيين، أو تحاول إبعاثهم وتحاول إطالة الأزمة التي تحولت إلى أزمة قانقة فوق المجتمع اليمني اليوم قرابة العام بدون رواتب. برأيك أستاذ عبد الهادي، لماذا هذا الانحياز ربما الواضح والمباشر من الأمم المتحدة للإنقلابيين على الأقل في الملف الإنساني، وحرصهم الدائم على بقاء ميناء الحديدة وميناء الصليف مفتوحين أمام استيراد الميليشيا لكل ما يريدون سواء أسلحة أو ما شابه ذلك؟ أعتقد أن الانقلابيين استطاعوا عبر المرحلة الماضية أن يكونوا مجموعة كبيرة من المنظمات الإنسانية، من المنظمات السياسية بغطاء إنساني، وهي التي تتعامل بشكل مباشر مع أغلب المنظمات، سواء من الهيومان رايتس وأيضا من منظمة العفو الدولية، مرورا ببقية المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان. هنالك تحالف كبير لمنظمات يمنية مع بعض المنظمات العربية ذات الميول الشيعية أو الشيعية في أغلب الأحوال، وبالتالي استطاع الانقلابيين تضخيم هذه المسألة. استغلوا أخطاء الطيران وغيرها، وبدأوا يصورون المسألة أن هناك حصارا خانقا قوي وبري، في حين هم أنشأوا في الفترة الأخيرة مجموعة من المنافذ الجمركية للبضائع التي مثلا تمر عبر ميناء عدن أو تمر عبر الشاطئ الجنوبي المحرر. تم إنشاء هذه المنافذ الجمركية في البيضاء وفي دمار وعلى مداخل صنعاء من طريق مارب، وهم يستغلون هذه المسألة. لكن الإشكال الأساسي أن هنالك انتصارا سياسي بلافتة، بيافطة حقوقية يحققها الانقلابيين، وهي عملية معدلة. يسيطرون تقريبا على 85% من المنظمات العاملة في المجال الإنساني أو الحقوقي، تلك المنظمات التي ازدهرت منذ العام 2001 ما بعد 11 سبتمبر بشكل أساسي، والتي كانت تتلقى تمويلات كبيرة عبر برنامج كان مول الاتحاد الأوروبي سمي ببرنامج تدعيم الديمقراطية في العالم الثالث، ومسألة دعم المجتمع المدني. استغلت هذه المسألة سياسيا، جرى إنتاج مجموعة من المنظمات السياسية بغطاء إنساني، واستطاعت هذه المنظمات أن تحرك هذا الملف بالذات في المجتمع الغربي ضد التحالف العربي وضد الحكومة الشرعية. وهذا يحسب للإنقلابيين أنه انتصارا سياسي لكن بلا بيافطة أو بغطاء حقوقي. طيب أستاذ عبد الهادي، نشارك معنا في الحديث من نيويورك الدكتور دحان النجار. دكتور دحان، برأيك فعلا هل نجح الإنقلابيون في تقديم ما يحدث في اليمن بهذه الصورة التي تخدمهم فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا كممثل منظمة حقوقية إنسانية أحاول أن أكون محايد إلى حد ما، نعم، بعيدا عن تحديد موقف سياسي لصالح هذا أو تلك بغض النظر عن الموقف الشخصي. نعم. ما يدور حاليا عمليا كان أولا يفترض بالجهات المتصارعة على الساحة بأن تحسم أمرها أولا، ومن يحسم الأمر على الأرض هو من يستطيع أن يملي كثير من المفاهيم السياسية والإنسانية والحقوقية
على أرض الواقع. لكن ما أستطيع أن أقوله أنه امتلال الحرب لهذه الفترة الطويلة ما يقارب 3 سنوات وتدهور الوضع الإنساني في كل محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات التي تم تحريرها أو التي سيطر عليها الشرعية، كل هذا مثل عامل إقلاق للمجتمع الإنساني الدولي حول ما يتعرض له المجتمع اليمني الذي يعاني من حالة انهيار شامل متكامل. قرابة 4 مليون نازح داخلي من 27 مليون هم سكان الجمهورية اليمنية، 19 مليون ونيف هم يعانون من صعوبة الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات. تقريبا 14 مليون ونيف يعانون من شبه مجاعة أو فقر في المواد الغذائية. كل هذا يبشر بكارثة كبيرة يتعرض لها الشعب اليمني ستقضي على أجيال بكاملها مستقبلا. فبالنسبة لما تحققه الأطراف المتصارعة من انتصارات سياسية أو انتصارات حقوقية أو انتصارات إعلامية على بعضها، هذا شيء، وكما أكد الأخ عبد الهادي العزعزي بأن هناك أطرافا ما حقق انتصار إعلامي انتصار حقوقي في المنظمات الإنسانية الدولية، هذا يحسب للجانب السياسي، لكن تظل المشكلة الحقيقية. نعم. وهي أن طيب. الشعب اليمني يعاني من كارثة. طيب دكتور دحان، هذا نعم هذا الاهتمام الكبير من قبل الأمم المتحدة والدعوات الواضحة بفتح ميناء الحديدة وميناء الصليف لأمام الميليشيا، لماذا لا يكون أيضا بذات القدر من الاهتمام بمحاسبة ومساءلة الإنقلابيين؟ أين تذهب المعونات التي تصل إليهم؟ كما نعلم الكثير يشتكي في الداخل، ربما 70-80% من هذه المعونات لا تصل إلى المستحقين وتستخدمها الميليشيا في تمويل حروبها وفي توزيعها على المقربين منها وفقط. أنا أعتقد بأنه يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين. الأمم المتحدة هي منظمة الكبار وهي تمثل سياسة الكبار، فما يريدينه الكبار سيتنفذ على أرض الواقع وسيتحقق. هناك وضع استثنائي في المنطقة، واليمن هي جزء من أوضاع المنطقة بشكل عام، لا يمكن استثناءها ولا يمكن أن تؤخذ بمعزل عن أوضاع المنطقة العربية بكاملها. فلا أريد أن أكون هنا يعني ممثلا لجهة ما دولية أو إقليمية لأتكلم باسمها، لكن كما هو واضح بأن ليس هناك قرارا سياسيا دوليا لحسم الوضع في اليمن نهائيا لصالح هذا الجهة. إذا هذا التحرك من قبل الأمم المتحدة ليس في يعني حرصا وحفاظا على المدنيين والخوف عليهم، بقدر ما هو أجندات سياسية ينفذونها من أجل خدمة يعني من يوجهوا أو من يوجهونه من الكبار كما قلت دكتور دحان. أنا لم أقول ذلك بالضبط، ولم أهمل الجانب الإنساني. الجانب الإنساني لا زال قائم ولا زال الجانب الإنساني يحظى باهتمام كبير جدا، لكن الجانب السياسي هو العامل الحاسم. فيعني خلينا نكون واقعيين، لو أرادت الأمم المتحدة والكبار فيها أن تحسم الوضع في بلد ما، لا استطاعوا أن يحسموا في أقل الإمكانيات، وإمكانهم ليس فقط بتوجيه رسائل لهذا الطرف أو ذاك، بل بإمكان الأمم المتحدة أن تتخذ قرارات تحت البند السابع اللامي لكل الأطراف، ممكنها أن تشكل قوات تدخل سريع دولية أو قوات حفظ سلام أممية تتدخل في هذا البلد لخمل الفتنة نهائيا. لكن نتيجة لحسابات الكبار اللاعبين والتوازنات فيما بينهم لم يتم هذا الأمر، لكن هذا لا يعني أن هناك إهمال الجانب الإنساني، فالجانب الإنساني أيضا يحتل مكانة معينة ومميزة، وربما من يغلب هذا الجانب هم يحاولون أحيانا أن لا تكون الكارثة كارثة شاملة يهمل فيها الإنسان في أي مكان في العالم، واليمن جزء من هذا المجتمع الإنساني العالمي. فلذلك لا أريد أن أكون مجحفا في ما أقوله،
بأنه الجانب الإنساني مهمل. نعم. لا ليس كذلك. نعم نعم دكتور دحان، أعود للأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي العزعزي، هل فعلا يعني الآن نجح الإنقلابيون في تحويل الأزمة في اليمن من سياسية ومن انقلاب إلى أزمة إنسانية، وبات الحديث فقط على الجانب الإنساني؟ بالنسبة للأزمة الإنسانية هي أزمة قائمة منذ الحرب وما قبلها، لكنها تتضاعف يوميا، وهنا حالة التضاعف واضحة. مثلا أنا حاليا في الجزء المحرر من محافظة سعيد منذ عامين، أعتقد أن المسألة الإنسانية كانت ضعيفة جدا سواء على مستوى الإغاثة أو مستوى الأعمال الأخرى، وظلت هذه المحافظة محاصرة بشكل كامل إلى الفترة الأخيرة. حتى الآن لا زال هناك حصار، وهنا حصار جديد يفرض بفعل حالة التدهور في العملة الوطنية ووصول الدولار إلى 420 في داخل مجتمع مستنزف وفقر من كل شيء، وتتحكم فيه أطراف طول أمد الحرب وعدم الحسم في ظل وجود تحالف كبير لمجموعة كبيرة من الدول. لا نعلم لماذا يتم هذا التباطؤ، هناك حالة من فرض، حالة من العدمية، وهذا يضاعف المسألة الإنسانية. تطلب من الحكومة الشرعية إما أن تحسم الأمر أو تدخل في مسألة تفاوضات، الناس لم تعد تحتمل، الوضع يسوء أكثر، الإنقلابيين يستغلون كل ما هو ممكن، هم محكمين السيطرة على المناطق التي يسيطرون عليها ويحكمونها بالحديد والنار، هي أشبه بالمعتقلات، في حين أداء الحكومة الشرعية وسلطاتها المحلية ضعيف، أغلب وجاهاتها يشتكون من قلة الإمكانيات ومن انعدام الإمكانيات، وهي أصبحت معزوفة نسمعها يوميا، لكن على الأرض والأدائية على الأرض ضعيفة جدا، وهذه هي إشكالية كل الأطراف. الإنقلابيين أنا في وجهة نظري حققوا انتصارا بأن حولوا الأزمة السياسية والحرب القائمة إلى أزمة إنسانية، وهم يدفعون بهذا الاتجاه، لهم مكاتب تعمل بالخارج، لهم مؤسسات، لهم تشبيكات دولية كبيرة، يستطيعون أن يحولوا. نعم. قضايا صغيرة إلى قضايا كبيرة. طيب جداً. طيب أستاذ عبد الهادي، إذن أيضا الاهتمام المتحدة. نعم. حصار مدينة كاملة لمدة عامين ومحافظة بأكملها بالتأكيد، هذه المسألة مرات مجازر ترتكب بشكل يومي في. نعم. محافظة في مدينة تعز وفي ريفها بشكل عام. صحيح. التجاهل. نعم أستاذ عبد الهادي، تعز هذه نقطة مهمة فعلا. تعز الآن كما ذكرت أكثر من عامان أو أكثر من عامين، وهي محاصرة من قبل الإنقلابيين، ولا نجد أي اهتمام إلا يعني من بعض التصريحات الخجولة من قبل الأمم المتحدة أو المنظمات العاملة بهذا الجانب. على الجانب المقابل شفنا المقدار الاهتمام الكبير والمؤتمرات والجلسات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل فتح ميناء الحديدة وإعادته، يعني لم نرى هذا الاهتمام الكبير في تعز. لماذا إذن رأينا على الجانب الآخر عندما مس الإنقلابيين أو حاول أن يعني يقطع شريان يعني المتبقي للإنقلابيين سواء لمدهم بالسلاح أو المشتقات النفطية أو ما شابه ذلك؟ أعتقد أن هذه المسألة أولا تسجل فشلا للشرعية اليمنية ولدبلوماسيتها في هذا الجانب، هذا فشل فظيع وفشل بائن، وأيضا فشل للتحالف العربي المساند لها بدوله المعدودة التي تشكل أكثر من ثلث العالم العربي، ثلثي العالم العربي من حيث العدد. هذه الدول فشلت في تسويق هذا الملف لولا الضغط ربما الخليجي في اللحظات الأخيرة على مجلس حقوق الإنسان لكان تم إدانة التحالف العربي بانتهاكات جسيمة وبجرائم حرب في اليمن من قبل الأمم المتحدة. لا زالت مكاتب الأمم المتحدة تستوطن صنعاء بحجة أن الأمم المتحدة منظمة إنسانية وليست لها أي أهداف سياسية، وهي لافتة أو أسطوانة مشروخة. الأمم المتحدة البلد العضو فيها هي الشرعية اليمنية، وبالتالي كان الأقدر أن يتم التعامل مع السلطة الشرعية، وأن يتم على الأقل إن لم يتم نقل هذه المكاتب إلى العاصمة المؤقتة عدن
يتم التعامل بمكتبين كحد أدنى والتعامل يقوم بشكل كامل. أكثر من محاولة فشلت في جر ممثلي الأمم المتحدة والجانب الإنساني في زيارة تعز، حتى عندما أراد أن يزورها في آخر فترة أراد أن يدخلها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين عملا مسبق ومنظم، ورفض أن يزورها من المنفذ الجنوبي، أراد أن يدخلها من المنفذ الشمالي الغربي وتم إعادته. وكنا نعتقد أن الأمم المتحدة سوف تصور سوف تتخذ موقف هذه المسائل على مدار العام الأول من الحرب ونصف العام الثاني في المناطق المحررة من هذه المحافظة، لم تصل أي مساعدات على أعيش في هذه المنطقة، وكانت هذه المساعدات تتحول إلى مجهود حربي لصالح الإنقلابيين. حجزت في الحوبان، حجزت في الحديدة، تم بيعها وباسم الجمهورية، كانت كل المساعدات تصب باسم الجمهورية إلى جماعة الإنقلاب. نعم. هذه المسألة يجب أن تقف أمامها وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية والحكومة الشرعية ودبلوماسيتها، وأيضا دول التحالف المساندة لهذه الحكومة. وهناك تحتاج عمل إعلامي مكثف، تحتاج عمل حقوقي، تحتاج تصوير، تحتاج مؤتمرات دولية. هذه المسألة الحكومة الشرعية تتحرك أشبه بالهبات بين فترة وأخرى، وبالتالي لا تتابع أيضا على الأرض ما ودى وصول المساعدات كفاءة شبكات التوزيع. هناك اليوم ربما قد يكون إلى جانب بعض أمراء حرب والبعض الآخر أيضا أمراء أو بارونات بالمعنى الصحيح للمساعدة الإنسانية. نعم. على فساد في هذه المسألة يجب أن تراقب، يجب أن يكون هناك مكاتب إشرافية للسلطة المحلية وللمجتمع المحلي. هذه المسألة غائبة، لا نعلم أي المنظمات التي تشتغل مع من يجري التنسيق، كيف تجري مسألة تأمين هؤلاء. في بعض المناطق يجري الاحتكاك في المناطق المحررة ما بين بعض المنظمات وبعض القوى العسكرية المنفلتة مع الأسف الشديد في بعض المحاور. يعني الحكومة أمامها مهام عليها أن تقوم بها وأن تثبت نفسها على الأرض. المسألة متعلقة بحياة الناس. اليوم تضاعف الدولار، تضاعف تماما كسعر، أي أن هناك أزمة جديدة فوق الأزمة القائمة، وهناك أزمة مرتبات قائمة في البلد بشكل عام. هناك حالة مداعة فعلية، الأرقام التي ذكرها الدكتور دحان النجار أرقام مرعبة، أرقام مرعبة، وهناك فعلا واقع مزري جدا، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته. مجرد الناس لا تأكل تصريحات سياسية، الناس تريد أن تأكل عيش، الناس مجتمع فقير تحول إلى مفقر واليوم تحول إلى معدم ويواجه شبح المجاعة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا من تعز. وعودة أخيرة للدكتور دحان النجار. دكتور دحان، هناك تساؤل مهم جدا، لماذا الأمم المتحدة تنظر لما حصل في اليمن في يعني للأزمة الإنسانية باهتمام وتتجاهل سبب المشكلة؟ من يعني الانقلاب والانقلابيين، من هو ربما هو المحور الأساسي الذي فعلا سبب هذه الأزمة الإنسانية الحاصلة في اليمن؟ أنا لست ممثل للأمم المتحدة لكي أجيب عنها. هو تعليق ووجهة نظر. نعم دكتور دحان، تعليق ووجهة نظر وليست مسائلة أو محاسبة. نعم نعم نعم، لكن كما قلت هنا في بداية الأمر، الأمم المتحدة هي تمثل الكبار وهي تمثل سياسة الكبار، وبالتالي أيضا من يفرض نفسه على الأرض سيلقى تجاوبا ما إلى حد ما. أستطيع أقول شيء معين وهو إضافة إلى ما قاله الأستاذ عبد الهادي العزعزي حول مجمل مشاكل الشرعية ومشاكل الأمم المتحدة في التوزيع إلى آخره. هناك في المناطق اللي تحررت لا يوجد النموذج الطيب الذي يمكن الاستناد إليه، فالمناطق التي تسيطر عليها الشرعية تسودها الفوضى ويسودها نوع من الفساد وضياع المساعدات الأممية. وكما تعرفون ماذا حصل في تعز عندما اختفت مئات الآلاف بل ملايين السلال الغذائية في جيوب الفساد والفاسدين. كيف بمنطقة أو بمحافظة العالم كله يتعاطف معها والعالم كله يرى هذا الجور والظلم الذي حل بهذه المحافظة نتيجة للحصار الذي تعانيه،
وفي نفس الوقت من يقوم بنهب كثير من المساعدات الدولية هما من يمثل الشرعي في هذه المحافظة من مختلف الاتجاهات. فأشياء مؤسفة تحصل في المناطق اللي نقول عليها المحررة نتيجة لغياب الجهاز الإداري. أيضا هناك شيء يخيف الناس جميعا وهو انتشار ظاهرة التطرف هنا وهناك. فعلى كل أنا لا أريد أن أتعمق في الجانب السياسي، وكما قلت أنت أخي العزيز هي وجهة نظر. وجهة نظري أنه المجتمع الدولي له أهدافه وله قيمه التي من خلالها يتبنى المواقف العامة. نعم. تجاه الأزمات الدولية، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نهمل غياب المؤسسات والآليات في المناطق التي تحررت وفي مناطق الشرعية التي كان بالإمكان أن تمثل النموذج الأفضل الذي فيه نحاجج المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية. لماذا لم تقدم المساعدات؟ لماذا لم تعتمد على تلك الموانئ وتلك المطارات في توزيع مساعداتها؟ أشكرك. على كل يعني هناك مشكلة معقدة عميقة في مجتمع اليمني. خلونا نكون مع الجانب الإنساني كإنسانيين ونترك الجانب السياسي. نعم، مع الجانب الإنساني. نعم دكتور دحان، ولكن لا أن يستغل من أجل خدمة وتمرير صفقات للإنقلابيين لكي يستمروا في إنقلابهم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور دحان النجار، كنت معنا من نيويورك، والشكر أيضا للمحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.